اسوي شاورما سوريه، اخذتها من واحد معلم شاورما سوري، قولي اقص صدور الدياي لاضعف شيء ممكن، يعني صدر الواحد يصير فيه 3 شرايح اذا كان كبير، حطهم كلهم في صحن فوقهم خل ابيض، ممكن شويه ماء عشان يزيد وينتشر، واخليهم شوي عشان اذا في زفره تروح. خلال هالفتره راح اخلط الروب مع فلفل اسود وهيل وبابريكا وجوز الطيب، ما كان في وايد جوز الطيب، خلط عدل، معجون طماطم، فصوص ثوم، ما قال ليش كثر بس انا احب اكثر، كنا وايد. اوكي راح احط نص الكم، شويه ملح فوقهم عشان يطلع طعمهم. معاهم واكمل اخلط. في شيء ما سويته صح اللي هو صدور الدياي لازم تتقصص لاصابع طويله، ممكن اسويهم بالمقص، بس صاروا كلهم اضعاف، اشيل منهم الخل بعدين احطهم ويا اللي سويته تتبيله كامله، واقلبهم مع بعض عدل، لحفها بنايلون واخليها لما ثاني يوم الثلاجه. يوم طبختي او وصفتي راح تكون اهداء حق حمله شاحنات نواف الخير والعطاء اللي تقوم عليها جمعيه السلام. هم كانوا مخيريني اما طبخه يمنيه او سوريه، انا اخترت السوريه لاني احب الشاورما وايد. ثاني يوم راح اصفي الدياي بالمشعل، اطلع الماي الزايد، حق الثوم راح اصب كوب ماي، قفشتين اكل نشا، واضربهم بالخلاط. صبهم في جدر واسخنهم شوي على النار خليه يثقلوا، لما يثقل قوامه كذي، شوف شلون صار. حط فصين ثوم وياهم وافرمهم. وشوية ملح. وبياض بيضة واحدة. وبعدين اصب الزيت النباتي شوي شوي واخلط على اعلى سرعة وما اوقف، بس لازم زيت يصير شوي شوي يعني على شكل خط ضعيف جدا. صارت ثومية، أول مرة أسويها، حلوة. بس ناقصها شوية ملح. الحين هي شوي خفيفة، خليها بالثلاجة شوي. صك شوية زيت في مقلة حارة وحط الدياي نفسه. لما يستوون احط وياهم ملح لاني ما حطيت، وبعدين نشيلهم من النار خلاص. قصص المخلل لشرايح طويله، ما بيهم اضعاف هالمره، ابي فيهم سماكه شوي. هذه اتوقع انها خبزتين ما ادري، بس واحده ضعيفه. حط الجزء المتين صوبي، حط الدياي فوق المخلل انا احب وايد، والثوم بعد ما شوي تماسك اكثر. يمكن الثوم لازم بالبدايه، وانا مكثر ادري. من وايد احبه. تنصف صفتتين وتنلف. تنرص عدل كذي، وتتحمش على النار اللي كان فيها الدياي. لما تاخذ لون وينقلب الله، احب احط من تتبيله الدياي كذي شوي عشان تحترق، والف الخبزه فوقها بس كذي جاهزه. ما ادري تنلف بالورق وتنقص ولا تنقص كذي على طول سيده، كنا سيده احنا. بسم الله. لذيذة، زيادة ثوم وزيادة مخلل. عجيبة. ما راح اخلي الثانية. بلحها في النايلون اذا ما ابي انظفه، بس هالمره مو عشان التنظيف، المره لان بقصص صدور دياي ابيهم شرايح ضعيفه اضعف شيء، بس لازم ما المس النايلون عشان لا ينشق. شلون اقصصهم هاي؟ يصير بمقص؟ اي والله يصير دياي مقصص بمقص. بحطهم بالتتبيله اللبنانيه من فود اكسبرت، تبطل كذي من فوق وينحط الدياي كله داخلها. احاول اطلع الهواء منهم وارد اصكهم بذي. وفقص بعدين نخليهم بالثلاجة كذا. اللي ما عنده التتبيله ممكن يحط زيت وماي وليمون وملح وفلفل وسكر وبصل وكزبره وسمار وخردل وكمون وثوم وفلفل اسود زنجبيل ودارسين وكركم وزعتر وشوي مسمار وورق غار. ثاني يوم يكون جاهز، الحين بس اشوحهم على النار. شوي من الزيت لما يستوي اشيله كله. صار له واحده بيضه، الشرايح ضعيفه وايد، حطها بصحن فوقها سماق، سماق اردني حامض عجيب، احب ازيد. خلله واحده تتقصص لي شرايح طويله. حق الصلصه احط مايونيز وطحينه كميه متساويه واخلط.
الحين فيه خبزة تورتية أحط من هذا وأدهن أحط من البصل نص الدياي مخلل تنصفط صفطتين بعدين تروح الشواية هناك نحطه هنا استنقل بس وايد تحمشت هنجرب الأولى ثاني شهد تحمشت أكثر شو هرمدي هاي صجية كمل الأولى ثانية ما توقعت راح أكل ثنتين بس إنها وايد حلوة ما حطيت البقدونس